رجعنا مره تانية لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ونورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجله الاهرام الرياضي. مساء الفل على حضرتك، منورنا اكيد في قناتنا دي. مساء الخير يا استاذ شيماء، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله، زي الفل الحمد لله. طبعا بكره في لقاء مهم للنادي الاهلي، واي لقاء للنادي الاهلي سواء مؤجلات او مباراه جديده في الجولات القادمه من الدوري المصري الممتاز اكيد هو لقاء مهم. حصد الثلاث نقاط في كل لقاء للنادي الاهلي هو الاهم في المرحله الحاليه عشان نقدر نستعيد اللقب او نحافظ على اللقب اللي بيحمله النادي الاهلي، لقب الدوري المصري الممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم نقطة الجمهور النادي الأهلي بينتظرها هي جزئية إن هو مبسوط، فرحان، سعيد بإن الفريق بدأ يستعيد توازنه، فريق بدأت تظهر آثار وملامح الصفقات الجديدة. صحيح. في إمتاع في مباريات كتيرة، مش لازم كل مباراة لها أهداف محددة وليها يعني ظروف خاصة. مش حكاية ظروف خاصة، بتكلم على جزئية ان معظم الجماهير حتى جمهور المنافسين منتظرين يشوف الاهلي بيعمل ايه. الاهلي بيقدم مباريات ممتعة، يعني احنا شفنا مباراة مصر المقاصة، مباراة في قمة في روعة وقمة في الجمال، وخلت كل الناس مبسوطة وخاصة جمهور النادي الاهلي مبسوطة بهذا الأداء الرائع. انا بقالنا كتير جدا ما شفناش النادي الاهلي بهذه الصورة الجميلة والصفقات الجديدة اللي مش كلها أظهر إمكاناته الحقيقية، بعضها أظهر إمكاناته الحقيقية، البعض الآخر لسه بيتلمس طريقه. من أمتع المباريات اللي شفتها الأهلي من فترة كبيرة جدا مصر المقاصة. المباراة دي خلت جمهور النادي الأهلي بيطمع إن كل مباراة تكون مثل مصر المقاصة. حتى الناس لما شفنا مباراة وادي دجلة انتهت 2-1 وشوط وشوط، الناس زعلت. ليه؟ اللي كان منتظرين من النادي الأهلي إن هو يلعب زي مصر المقاصة. لما شفنا المباراة بتاعت سيمبا التنزاني، شفنا السيمفونية الرائعة بتاعت 5-0، قلنا إيه ده؟ لا بصي، في حاله حصلت مع النادي الاهلي، حاله جميله جدا، وحاله مخليه كل جماهير النادي الاهلي مبسوطه، مخليه المنافسين يعني قلقوا شويه من النادي الاهلي قادم وبقوه، وده راجع لعوامل كتيره جدا، منها الصفقات الجديده عامله شغل مع النادي الاهلي، وفي لعيب انا بعتبره او اتنين بس، يعني مش عايز ارتب بين الاتنين، هما الاتنين عاملين حاله غير طبيعيه، جونيور اجايي وحسين الشحات. حسين الشحات صحيح. جونيور اجايي يمكن حسين الشحات في اول ظهور لي ما قدمش نفسه بالطريقه اللي كان الجمهور مستنيه بيها، لكن ده كان طبيعي جدا، كان اللاعب لسه جاي، كان محتاج يتاقلم، وكان اكيد عليه كمان ضغوط كبيره جدا، فكره ان انا هنزل والبس تيشيرت النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ده مستنيني بقاله فتره وعايز اوريهم انا عامل ازاي، ده في حد ذاته ممكن يؤدي لتوتر. مفيش لاعب جه في مصر انضم لاي نادي سواء اهلي وزمالك وحصل عليه ضغوط واستمر في مستواه السابق، لكن هو استطاع بحنكته، استطاع بخبرته ان هو يعني يتجاوز مرحله البدايات الاولى اللي كانت صعبه بالنسبه له. سريعا. وكمان مش سريعا بس، يعني انا بفكر بقول ايه ده؟ هو بركات رجع تاني؟ صحيح. بصي للماتش عامل ازاي؟ بصي تلاقي عنده ميزه مش موجوده في لعيبه كتيره، يعني هو مثلا بيلعب الكوره تجي له الكوره في منطقه الجزاء او من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال، بيعمل حاجه كويسه جدا. بيبص يشوف افضل لاعب من الممكن ان يعطيه هو الكره فين. يعني مش بيلعبها وخلاص، لا ده عنده ميزه ان هو بينقي اللاعب الافضل ويحطها له في المكان المناسب. لذلك هو حاليا عامل اسيستات مع الاهلي رائعه، واستتاب بشكل جمالي رائع، وعارف هو بيعمل ايه، وعينه لماحه. يعني اهم حاجه في لعيب الكوره ان يكون لماح. حسين الشحات عنده يعني سرعه بديهه عاليه، واللي مساعده اللي مساعده في كده لياقته البدنيه عاليه ولياقته الذهنيه كمان، وده اللي عامل فارق مع النادي الاهلي. الجون زي ده يعني انا ما شفتش النادي الاهلي بيجيب جون بالحلاوه وبالجمال ده، الناس كلها شوف اللعيبه راحه لاجاييه عشان تحييه لانه رجع مره ثانيه واثبت انه راجع بقوه. نمره اثنين كمان، ده في اسيست ثاني قدامك اهوت بتاع عمرو السوليه. احنا لو قعدنا نتكلم على كل لاعب بشكل مختلف هتلاقي اللاسارتي استطاع انه نعمل حاجه افضل من حكايه الصفقات كمان، ان هو يطور اداء اللعيبه. المدير الفني صحيح. مش مهمته ان هو يلعب بالموجود بس، لا يعرف امكانات كل لاعب ويحاول يطورها. صحيح، قدر ان هو يطلع من كل لاعب يعني افضل ما عنده. بالظبط، ما هو ده دور المدير الفني الناجح الذي يستطيع ان هو يتوائم
مع الامكانيات الفنيه الحاليه وفي نفس التوقيت يطور هذه الامكانيات مش يشتغل على الموجود بس. صحيح. وده اللي شفناه في النادي الاهلي في المباريات الاخيره. شفنا عمرو السوليه بيصنع وبيجيب اهداف، يعني لا يكتفي بصناعه الاهداف ولا يكتفي كمان وكمان بيحرز اهداف، ونمره ثلاثة يعني كنت تحس ان في لمسه خوف في نص الملعب في الوسط الدفاعي. في لعيبه كمان ثانيه يعني غيرت الصوره اللي كانت متاخده عنها في الفتره الاخيره تماما، زي كريم ندفت. كريم ندفت ومحمد هاني الاثنين مع بعض، ولكن يمكن كريم ندفت في الفتره اللي فاتت خلينا نتكلم بصراحه بس يعني ما كانش اللاعب المفضل بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، على العكس تماما في الوقت الحالي فهو بيحظى بكل الدعم والمسانده من جمهور النادي الاهلي. على حاجه انا يمكن الناس ما تعرفهاش عن كريم ندفت، انا كلمت كريم ندفت في مره من المرات وكلمت الكابتن حماده صدقي اللي هو كريم ندفت بيعتبره والده الروحي، لان هو كان معاه في دجله وكان معامل معاه موسم كويس جدا. كريم ندفت من اللعيبه تلاقيها اللعيبه المحترمه، اللعيبه اللي دايما ما تلاقيهاش الا في الملعب ومركزه في الملعب، لكن كان بيتظلم دايما في ان هو بيلعب في اوقات مش مناسبه، ادي حاجه. ونمره اتنين ان هو بيتحط في اماكن مش بتاعته. لما تحط في المكان بتاعه اللي هو بيجيد فيه هو مش هل يعني حسام البدري كان بيظلم كريم ندفت بالاوقات اللي كان بيلعبوا بيها او بيشاركوا فيها او الاماكن اللي كان بيشارك فيها؟ هو كمان في حته مهمه لازم ناخد بالنا منها، ان هو جه او بدا يفوق مع فوقان الفريق او مع الفرقه نفسها بدات تفوق، بس كان ليه ادوار مؤثره جدا في المباريات اللي فاتت. وخلي بال حضرتك هو بدا يفوق بدري عن اللعيبه، يعني هو بدا يفوق بدري عن لعيبه النادي الاهلي اللي كانوا اللي معاه، يعني ايام محمد يوسف لما كان ماسك كريم ندفت هو بدا يفوق قبل اللعيبه، فبالتالي ظهر بهذا المستوى وكمل عليه، واكيد طبعا اشتغل معاه لاسرتي، عمل معاه شغل كويس، لعيب بقى يلعب جوكر في نص الملعب تلاقيه في مدافع، تلاقيه تحت راس الحربه، بتلاقيه في منطقه الجزاء بيجيب اهداف. لا بصي ده شغل مدير فني. يمكن ده فعلا بيرجعني سنه لورا، وكنت يعني بتابع وقتها ردود افعال الجمهور، جمهور النادي الاهلي على كريم ندفت، ويمكن كان وقتها كابتن حسام البدري هو المدير الفني للنادي الاهلي، كان الجمهور بيتهم حسام البدري انه متبني كريم ندفت وانه هو منحاز له جدا. هو لو ابنك مش هتعمل كده. كريم حسام البدري صحيح وما كانش بيأدي اللاعب بنفس المستوى ده، لكن دلوقتي الموضوع يعني انت لو شفت جماهير النادي الاهلي بتتعامل ازاي دلوقتي مع كريم ندفت او بتشيد ازاي بيه وبتسانده وبتظهر حبها ليه قد ايه، فالموضوع مختلف تماما، فاكيد ده بيرجع للمدير الفني اللي بيتولى المهمه. بيرجع للمدير الفني، بيرجع للاعب نفسه، ما في لاعب نفسه، في لاعب تلاقيه لا يتوائم مع الحاله اللي موجود فيها النادي او الفريق حاليا في حاله فوقان، فبالتالي كريم ندفت دخل في هذه الحاله ودخل من بدري من ايام محمد يوسف. كريم ندفت عنده من الامكانيات الكثيره، انا كنت كلمت بدر رجب اللي هو طبعا مطلق على الاسم، مطلق على اكثر من اسم للاعيبه كانوا طالعين في مع الاهلي طبعا، فبيقول لي ان كريم ندفت مظلوم، لاعبه في مركزه او لاعبه في المراكز اللي بيجيد فيها هتلاقيه لعيب مختلف تماما. هو مش حاطط ندفت ده عشان وهو ده اللي حصل بالظبط، لا لعيب هايل جدا ولعيب محترم جدا، لعيب عارف ربنا كويس، لعيب ما راحش بيشوف لعيبه احنا تلعب في فريق كبير تلاقيه مره واحده كده يروح لاصحاب السوق مره واحده، لا هو لعيب ملتزم عشان كده ربنا كرمه. ده بيرجع في الاخر للتربيه والباك جراوند اللي جاي منها اللاعب، ملوش علاقه التربيه هي الاساس، ولكن في النهايه في برضه النفس نفسها احيانا بتسول البني ادم حاجات كتيره جدا، فممكن ايه تلاقيه برغم التربيه الجيده لكن برضه بيحيد عن جاده الصواب. لكن في النهايه خلينا نقول ان كريم ندفت احد المفاتيح اللعب الرائعه، ومعاهم عشان ما نظلمش محمد هاني لعيب طور اداؤه الدفاعي بطريقه رائعه جدا، وده برضه شغل لاسارتي عامل شغل كويس جدا. وخلي بال حضرتك دلوقتي هو ما بقاش برضه ان هو بيعتمد على الاندفاع والطيران ناحيه اليمين فقط، لا بيعرف هو بيباص لمين وبيدي لمين، وحتى تلاقيه اكتسب المزيد من الخبرات في الوقت بالظبط، وبقى اسيست كويس. وخلي بال حضرتك كمان لاحظ في مباراه النادي الاهلي الاخيره تلاقي الكره البرازيليه الأرضية دي يعني شغالين عليها بشكل رائع من ناحية اليمين عن طريق في اختلاف في شكل التمريرات ما بين لعيبة النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت، وبصراحة في اختلاف في كل حاجة. أنا مبسوط إن أنا شايف النادي الأهلي بالشكل ده وشايف الزمالك بالشكل ده، ونتمنى إن الدوري المصري يكون كله كده. ده ثراء للدوري المصري. مننا بنتكلم بس عن الدوري المصري دلوقتي مع حالة فوقان النادي الأهلي ورجوعه للمستوى الطبيعي واللي معروف عنه، بنشوف أندية بتطالب إن هي مش هتلعب الماتشات اللي ليها غير لما الأهلي يلعب ماتشاته. طب الأهلي يا جماعة بيلعب في شهر فبراير بس 8 ماتشات، 7 مباريات 8 8 6 دوري و2 افريقيا بالظبط. طب ازاي؟ بصي هي دي يعني انا برجعها الى بعض المناوشات، شيء مناوشات دخلت فطور الجد يعني ما اعرفش. بصي انا عايز اقول لك على حاجه، انا رئيس نادي او مسؤول في اي نادي من الانديه طالما جدول موجود لازم التزم بيه،
من خلال لجنه شرعيه صحيح تابعه لاتحاد كره القدم لابد ان التزم بهذا الجدول مهما يكن من او عمر. كنت رفضت اول ما نزل مش دلوقتي كده. ما هو انت دلوقتي بتعترض ليه؟ ايه ما هو موجب الاعتراض على هذا الجدول؟ لماذا لم تعترض على هذا الجدول من بدري؟ عشان الاهلي فاق حالي. لا سيبك من حكايه الاهلي فاق ولا مش فاق، انا بتكلم على جزئيه معينه هي الالتزام باللوائح، الالتزام بما تم الاقراره من بدايه الموسم. هذا انت الجدول برضو لازم تشوف ايه السبب مثلا، ليه افتكروا دلوقتي يعترضوا على ما هو برضو الجدول؟ خلي بال ما هو برضو في مناوشات بين الاهلي وبيراميدز، دي حاجه واضحه ومعروفه العيان. مسؤولي بيراميدز بيناوشوا النادي الاهلي والنادي الاهلي بيرد على هذه المناوشات بشكل او باخر، فالامور وبتحالف مع بيراميدز نادي الزمالك ضد النادي الاهلي. بس هم بيراميدز قال انا الزمالك ملوش طرف، مش طرف في الموضوع عشان يخرج الزمالك بالقصه دي، هم بعدوا الزمالك من القصه، لكن هم المناوشات هم اعلنوا انه في مناوشات ما بين بيراميدز وبين النادي الاهلي. المناوشات طبيعيه وموجوده ومنطقيه جدا بين ناديين، كل نادي فيهم بيطمح انه يكون افضل من الثاني. طبعا انت بتتكلم في عراقه وتاريخ، وتكلم نادي ناشئ صاعد واعد بيعمل ماتشات كويسه، عنده لعيبه كويسين، استطاع بلغه المال انه يعمل نفسه فريق وكيان كبير، لكن النادي الاهلي بعراقته بتاريخه عامل طبعا مباريات رائعه، وطبعا ده يستفز المنافسين. انت خلي بال حضرتك الثلاثه بينافسوا على الدوري، الزمالك رقم واحد، بيراميدز رقم اثنين، رقم ثلاثه النادي الاهلي، الثلاثه هم العين عليهم. في النهايه هتلاقي لازم مناوشات شغاله بين الثلاثه، ومناوشات طبيعيه ومنطقيه انا اراها طالما التزمت بلغه الحوار الراقي. انما غير كده بصراحه انا هعترض اعتراض كبير جدا لو توصلت الامور او وصلت الامور لدرجه الشتائم والسب والقصف من اي حد. انا اعترض كل اعتراض، لان هذه كره القدم لابد ان تكون هناك قواعد لمشاهدتها، قواعد لاحترام الناس اللي فيها، قواعد لاحترام اي الانسانيه فين؟ ما هو انا لازم اتكلم في الانسانيه، والسوشيال ميديا اتكلم في الانسانيه، ولا اغذي التعصب، لان احنا التعصب دفعنا المفروض. دفعنا هو ده دور كل مسؤول بالزبط. كل مسؤول في الرياضه ان هو يقدم نفسه كقدوه حسنه للجمهور. يا استاذه ما ينفعش ان انا عندي صفحه عليها الاف المتابعين اخش استفز الناس مهما يكن من امر. انا ما بتكلمش على شكل معين، انا بتكلم على مسؤولين في انديه. وانا اول مره اشوف في عندنا في مصر ان النادي معين يضار بالسوشيال ميديا، يضار بصفحات الفيسبوك، يضار بصفحات تويتر. هذا امر خطير جدا للغايه. واتمنى ان الناس ما تاخدش على الكلام ده الاخذ المطلوب، عشان ما تحصلش فيه مشكلات. كل نادي الازمه كلها في ارض الملعب. العب وريني مجهودك، اشوف انت اعمل ايه 11 قصاد 11. استاذ عبد المنعم، بعد اعتراض بعض الانديه على الجدول، بعد طبعا يمكن شهر من اصداره او من وصوله للجهات دي من قبل اتحاد الكوره، اتحاد الكوره عمل اجتماع. بعد الاجتماع ده قرر ان هو يجتمع. انا كنت ارفض، بصي قبل ما تكملي، انا ارفض هذا الكلام جمله وتفصيلا. لماذا هذا؟ ليه هم عملوا اجتماع وكمان بعد ما التزم بهذا الجدول بحذافيره؟ لو في هناك امور تمسني انا شخصيا، شايف ان انا مثلا مبارياتي هلعب في افريقيا مثلا كمثال، الزمالك هلعب في افريقيا وهيرجع من افريقيا بعد يومين فقط وهيتلعب مباراه، هنا اتدخل، هنا اتكلم، لان انا عندي في مشكله. ايوه اتكلم فيما يخصك، فيما يخصك. انما لا تتحدث عن الاخرين، طالما انت ارتضيت بهذا الجدول فلا تتحدث عن الاخرين. صحيح. في النهايه انت الثاني، الزمالك الاول بنفس الجدول ده، والزمالك الثاني بنفس الجدول ده، والاهلي الثالث بنفس الجدول ده. يعني الاهلي هو المتصدر، الاهلي هو الثالث. صحيح. بالجدول ده، بالظروف دي، بالمشكلات دي، في الامور دي. فبالتالي يعني ما ينفعش، يعني انت كده انت متصدر ومعاك الثاني والاهلي الثالث، الكلام ده تقوله لما يكون الاهلي مثلا ايه رقم واحد، الزمالك مثلا رقم اثنين، او كذا، في ترتيب مختلف. انما هذا الترتيب الموجود حاليا هو دلاله واقعيه على ان الظروف كلها ضد النادي الاهلي، ضد المشكله. صحيح. دلوقتي مثلا في مشكله ما بين نادي او اثنين او ثلاثه، والنادي الاهلي ما عندوش اي مشاكل، برضو بنرجع وبنقول النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله، دي مشكله الاطراف الاخرى. لكن لو في مثلا مشكله ما بين طرف او اثنين او ثلاثه، ليه مدخلين ال 18 نادي يدخلوا يصوتوا على ايه؟ ما عشان يصوتوا، عشان يوصلوا بس. وكمان في الناحيه الثانيه، يعني مصداقا لكلامك ده، ان كل انت بتدعو اطراف الى الحضور يوم الاربعاء، وفي نفس التوقيت انت تصريحات مسؤوليك كلها ضد الغاء الدوري. طب انت جايبهم ليه؟ عشان يقولوا ايه؟ يعني تصريحات عصام فتاح عضو المجلس حضرتك لسه قايلها، ممنوع لا الغاء للدوري. رئيس الوزير الشباب والرياضه نفسه امبارح في معرض الكتاب، لا الغاء للدوري. احمد مجاهد مع حفظ القاب، لا الغاء للدوري. صحيح. طيب يعني كلهم بيقولوا لا الغاء الدوري، الناس دي جايه تعمل ايه؟ استاذ عبد المنعم، حضرتك تتوقع ان ممكن الدوري المصري لهذا الموسم يهدد بالالغاء؟ هو مهدد بالفعل، انما القرار نفسه هيوصل ايه الله اعلم، على حسب. لكن انا شايف في الاتجاه العام
اتجاه هو اتجاه الابقاء على الدوري، خلي بالك استثمار واموال ورعاه وملايين مدفوعه، والانديه نفسها صحيح. الانديه خلي بال حضرتك الانديه نفسها تتضرر. وبعدين وهي دي كمان يعني الفرصه الاهم بالنسبه للعيبه المصريين، لعيبه منتخب مصر، ان هم يا فندم انت عندك فعاليات كثيره جدا صحيح. عندك فعاليات كاس الامم الافريقيه، عندك فعاليات بطوله الشباب، بطوله المنتخب الاولمبي هتلعب اللي هي المؤهله الاولمبياد، عندك اصلا بطولات، يعني بطولات كثيره جدا. كل صح. هذا الالغاء للدوري هيعمل مشاكل كثير جدا اداريه ومشاكل فنيه ومشاكل تسويقيه وماليه، ده كل ده خساره كبيره جدا. المشكله صحيح. يعني انا الغي الدوري لما الاقي الدوري لا ما فيش فراغات، ما فيش مكان، ما فيش اي مثلا، لكن مش بسبب مشاكل ما بين انديه او بس في حاجه لازم تتقال بصراحه، ان الدوري لوغاريتمات. يعني انا مسؤول الدوري في مجله الاهرام الرياضي، لكن انا مباراه تلعب في الاسبوع ال 13 وقبلها تلعب في الاهلي، يعني مثلا الاهلي لعب مع سموحه في الاسبوع ال 15، بعدها بثلاث ايام لعب في الاسبوع ال 11، بعدها الاسبوع ال 15، بعد كده في الاسبوع ال 20. طب هقول لك على حاجه، من الطرائف والغريب في الدوري المصري ان في حاجه في الدوري المصري حكم مباراتين في اسبوع واحد ومباراتين ثاني في اسبوع، محمود البنا مبارتين في الاسبوع التاسع، مبارتين في الاسبوع العشرين، ده الورتم صحيح. استاذ عبد المنعم خلينا بس نروح معانا تليفون من تونس، الصحفي التونسي استاذ علي عثمان رئيس تحرير موقع فوتسكوب التونسي، هيكلمنا النهارده عن الخبر اللي جالنا من شويه اللي بيقول ان الترجي بيدعو الخطيب للمشاركه في اليوبيل الذهبي لبطل تونس. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير استاذة سيما، وتحيه ليك وتحيه للكتابه في الاستوديو ولكل مشاهدي قناه الاهلي. اهلا بحضرتك، اكيد بنرحب بيك استاذ علي في قناه النادي الاهلي، وعايزين نتكلم عن هذه الدعوه اللي وصلت للنادي الاهلي بتطلب من كابتن محمود الخطيب ان هو يشارك في اليوبيل الذهبي لبطل تونس، وعن مدى العلاقات الوطيده ما بين الانديه العربيه. بالضبط، هو الترجي الرياضي كما تعرفوا انطلقت احتفالاته بالمئويه منذ 15 يناير الشهر هذا، الشهر الجاري، الشهر الماضي عفوا، انطلقت الاحتفالات وتتواصل حتى ال 14 شهر يناير من السنه المقبله. بطبيعه الحال الترجي وجه الدعوه لعديد الشخصيات الرياضيه العالميه والعربيه والافريقيه، ومن بينها رئيس الاهلي المصري الكابتن محمود الخطيب، اللي هو يعتبر من النجوم المصريه الكرويه ومسؤول حالي يعني على فريق كبير في حجم الاهلي. بطبيعه الحال سيكون الى جانب عديد الضيوف وعديد المسؤولين الكبار في الكره، على راسهم رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا جياني انفانتينو، رئيس الكاف احمد احمد، وعديد الشخصيات الرياضيه الاخرى التي ستكون حاضره يوم 19 فبراير الحالي. يعني سيكون حفل كبير ينظمه الترجي الرياضي التونسي. أكيد طبعا بنتمنى أن كابتن محمود الخطيب يقدر أن هو يحضر هذا الحفل أو التتويج اللي هيكون إن شاء الله يوم 19 فبراير، وهو اليوبيل الذهبي لبطل تونس. بشكرك جدا أستاذ علي عثمان رئيس تحرير موقع فوتسكوب التونسي على وجودك معنا في قناة النادي الأهلي. نرجع مرة تانية أستاذ عبد المنعم، كنا بنتكلم عن الغرائب اللي موجودة البن. في الدوري المصري يعني الممتاز. تخيلي مدير حكم يحكم مباراتين في اسبوع واحد، لخبطه، وكان ما فيش غير محمود البنا. يعني محمود البنا بيحكم مباراتين في الاسبوع التاسع ويحكم مباراتين في الاسبوع العشرين، ده دليل على ان الدوري مش منتظم، الاسبوع الاسابيع مش مستقره. زي ما قلت لحضرتك مباراه تلعب في الاسبوع ال 15، ده في مباراه في اسبوع اتلعب على 18 يوم. تخيلي حضرتك اسبوع اتلعب على 18 يوم، اسبوع ايه ده؟ حاجه يعني هو بس كتر خير. طب احنا سمعنا برضو ان يعني الاتحاد كان بيفكر او طرح في اجتماعه اللي فات ان ممكن يجيب شركه هي تكون مسؤوله عن وضع جدول الدوري الممتاز او مباريات الجدول المصري الممتاز، يمكن يكون عندها حلول اخرى. مش عارف بصراحه، بس ما هو برضه هنجيب الحلول منين؟ ما هو الحلول دي هترجع لانه هيبقى في ضغط في مباراه. هل يصح مثلا ان يجي الاتحاد يقول لنادي زي نادي الاهلي او نادي الزمالك او الاسماعيلي اللي عندهم اكتر من بطوله بيشاركوا فيها، يقول لهم انتوا مش مسموح لكم ان انتوا تشاركوا في اكتر من بطولتين؟ هو بصي، هل ده وارد؟ من البدايه هو يعني عشان بس نبرر، انا لست مع او ضد الحاج عامر حسين، ولكن انا ضد المنطق وضد العقل. صحيح. الرجل منذ بدايه الموسم قال في البدايه خالص ان في مشكلات هتحصل لهذا الموسم. صحيح. لوجود بطولات افريقيه مستثناء او استثنائيه هتتلعب هذا الموسم، واقترح عده حلول ولم يؤخذ بها على الاطلاق. صحيح. يعني الراجل عمل اللي عليه. قبل ما تمشي في الطريق ده في مشكله هتقابلك، واحد اثنين ثلاثه. طيب الناس خدت بهذا الكلام؟ لم تاخذ بهذا الكلام.
وفضلت ماشيه بيرجعوا دلوقتي لغايه ما وصلوا عند الحته اللي بحذرهم منها وقال لك لا الدوري في مشكله. طب ما الراجل قال لكم عليه من بدري. صحيح. انا بتكلم بمنطق، ما بتكلمش لست معه او ضده، لكن بتكلم على اللي انا قاريه قدامي، اللي انا شايفه قدامي. اللي انا شايفه قدامي ان هنا ان 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 بدات بقى زي ما حضرتك قلتي المناوشات، الممازحات اللي فيها نوع من المحاوله اللعب على الاوتار النفسيه. انت بتلعب وانا بلعب والزمالك بيلعب، العب ايه المشكله؟ طالما في وقت متاح العب، ما فيش ازمه خالص. انا بالنسبه لي ما فيش ازمات خالص، والدعوات الى العقد اجتماعات مع مجالس ادارات انديه وممثلي انديه بصراحه انا شايفه غير زي جدوى طالما او غير ذات جدوى طالما المسؤولين يقولون انه لا الغاء للدوري. طب انتوا عايزين ايه بقى؟ نفسي حد يطلع يقول لي انتوا عايزين ايه؟ عايزين تلغوا الدوري؟ الغوا الدوري. الاهلي مش خسران. صحيح. ايه المشكله؟ الاهلي مش خسران، الاهلي هيركز في افريقيا، الغوا الدوري. مين بس في حاجه انا بتكلم على الاهلي مش خسران بس ده الكره، الكره المصريه كلها. طب تخيل ان حضرتك، هقول لك على معلومه يمكن اول مره تعرفها، تخيل ان الميركاتو الشتوي ده اكبر ميركاتو شتوي في تاريخ الكره المصريه ب 48. صحيح. انا هقول لك بالارقام 142 لاعب، رقم مهول في انتقالات شتويه. صحيح. 140 لاعب ده حقيقي. ده حتى في الارقام. فلوس كام بقى حضرتك؟ فلوس كام؟ مليار جنيه. مليار جنيه يعني، بس في بعض المواقع كاتبه 3 مليار ونص، الكلام ده مش صحيح طبعا. ده نادي الاهلي لوحده عدى ال 250 مليون. صحيح. وبيراميدز 400 و350 لبقى الانديه. تخيلي ميركاتو شتوي اللي بيتم فيه دعم بعض المراكز المهمه، خمس لعيبه اربع لعيبه داخليه عنده 12 لاعب جديد في انديه. بص حضرتك عالمي. بص حضرتك بتروجيت 11 لاعب، سموحه 11 لاعب، الداخليه 12 لاعب. اقل نادي ضم لعيبه هو الزمالك لاعبين فقط، هو زيزو واللاعب الثاني اللي هو خالد بوطيب. صحيح. وبعد وادي دجله ثلاث لعيبه. انا بقول لك بالارقام. ده يدل على ايه؟ انت دافع يعني اللعيب، الانديه نفسها اللي هي معترضه على الدوري زي حضرتك بتقولي، اللي هم بيجتمعوا عايزين يلغوا الدوري. طب الاتحاد السكندري دافع ملايين الملايين في لعيبه، عايز تلغي الدوري؟ طب اللعيبه دي هتعمل بيها هتديها عقودها منين؟ صحيح. ولكن خلينا منطقيين برضه. أستاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجلة الأهرام الرياضي، نورتنا النهاردة أكيد في كلام في الميديا في قناة النادي الأهلي. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا شكرا للمتابعة، وأشوفكم بإذن الله بعد بكرة، وأكيد بكرة هو لقاء النادي الأهلي مع أنفي على ملعب بترو سبورت الساعة 6 مساء. ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا، اكيد كل مباراه ليها اهميه بالنسبه لنا، وكل ثلاث نقط احنا في حاجه ليهم عشان ان شاء الله نرجع وناخد لقب الدوري المفضل لينا والجمهور النادي الاهلي. اشوفكم ان شاء الله بعد بكره يوم الاربعاء القادم في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. يوم سعيد على حضراتكم.